كتب نشطاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي: في الوقت الذي تتبجح به الحكومة بإعادة إعمار جسور الموصل وصيانتها وترميمها، تبين أنه مجرد دعاية إعلامية يتخللها الفساد والسرقة. في الموصل خرجت 8 جسور رئيسية وفرعية عن الخدمة بعد انهيار عدد منها وغرق الآخر نتيجة الأمطار والسيول التي اجتاحت العديد من المدن، تحديداً أيضاً اجتاحت الجسر الحجري القديم في منطقة الفيصلية والذي انهار بفعل السيول، علماً أنه لم يمض أشهر على إعادة ترميمه. يا ولد البلد.